ممثلات السينما المصرية طول عمرهم في منهم اللي عليه جدل كبير، وده بسبب مشاهدهم الجريئة اللي بتوصل أحياناً إنها تكون ممنوعة من العرض، وكمان بتتسبب في طلاقهم أو حتى الحكم عليهم بالسجن. أنا ماريا مجدي، ويلا نشوف مين أبرز الفنانات دول. الفنانة ميرفت أمين هي واحدة من الفنانات اللي اشتغلوا في أفلام كان شعارها للكبار فقط، وقدموا مشاهد خلت الأفلام دي تتمنع من العرض لغاية دلوقتي. ومن أكتر المشاهد دي جرأة هو مشهدها الشهير في فيلم أعظم طفل في العالم مع الفنان رشدي أباظة، والفيلم ده اتمنع من العرض لحد دلوقتي، وهو من بطولة هند رستم وعمر خورشيد اللي اتجوز ميرفت أمين بعد كده. الفنانة نبيلة عبيد قدمت أعمال كتيرة عن قصص للأديب إحسان عبد القدوس، ومنها فيلم الراقصة والسياسي، لكن قدمت في الفيلم ده واحد من أجرأ مشاهدها مع الفنان صلاح قابيل، وده اللي خلى الرقابة تحذف المشهد ده من الفيلم لقبول عرضه. أما الفنانة ناهد يسري فكان ليها نصيب الأسد من الأعمال اللي اتمنعت من العرض، وكان فيلم سيدة الأقمار السوداء بيحتوي على كتير من المشاهد الجريئة، وده اللي خلاه يتمنع من العرض، خصوصا مشهدها مع فنان لبناني خلال أحداث الفيلم. ومن الأفلام اللي تسببت في أزمة بسبب مشاهدها فيلم المذنبون للفنانة نبيلة عبيد اللي قدمت مشهد جريء جدا مع الفنان عادل أدهم، والفيلم عمل ضجة كبيرة وتسبب في محاكمة موظفين من الرقابة على المصنفات الفنية بما فيهم رئيسة الرقابة نفسها، وتم اتهام الفيلم بالإساءة لسمعة مصر وسمعة الشعب المصري، وبقى الفيلم ممنوع من العرض في السينما رغم انه كان بيضم نخبة كبيرة من الفنانين زي عماد حمدي ويوسف شعبان وصلاح ذو الفقار وحياة أنديل ونبيل بدر وغيرهم. أما الفنانة معالي زايد فتحولت للقضاء بسبب مشهد في فيلم أبو الذهب مع الفنان الراحل ممدوح وافي، واتحكم عليها بسنة مع وقف التنفيذ، وتعرض الفيلم بدون المشهد اللي الرقابة حذفته، والفيلم كان من بطولة الفنان أحمد زكي والفنانة رغدة. الفنانة سعاد حسني هي كمان كان ليها نصيب من المشاهد الجريئة، خاصة في فيلم زوجتي والكلب، وهو فيلم أبيض واسود من بطولة الفنان محمود مرسي والفنان نور الشريف اللي كان لسه في بدايته، والفيلم من إخراج سعيد مرزوق واتمنع من العرض بسبب مشهد لسعاد حسني مع الفنان محمود مرسي. كمان الفنانة ناهد شريف اللي تخصصت في نوعية أدوار الإغراء كان ليها مشهد في فيلم ذئاب لا تأكل اللحم اللي تم تصويره في دولة الكويت، وكان مع الفنان عزة العليلي، ولسه لحد دلوقتي الفيلم ده ممنوع من العرض في مصر. وفي النهاية شاركونا برأيكم، هل المشاهد الخارجة هي فعلا جزء أصيل من الفن وما نقدرش نستغنى عنه على الشاشة وبتخدم الدراما والكلام ده، ولا ده مجرد كلام وخلاص والمشاهد دي ملهاش لازمة غير انها تزود الإقبال على الأفلام؟ اكتبولنا رأيكم في الكومنتات.